بس عايزه ارد على هيومن رايتس ووتش واقول لها ان الاخوان الارهابيه اللي انت بتقولي عليهم انهم مش ارهابيين بتدعو عناصرها الى استهداف علماء الامه والقصاص منهم، وده علشان هم شايفينهم انهم بيضللوا الشعب بفتاويهم. طبعا ده استمرار لمنهج استباحه دماء المصريين اللي بتتبعوا الجماعه بعد ان حرضت قبل كده على استهداف رجال الجيش والشرطه. الجماعه بدات في نشر معلومات عن الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر، ومن بعده الدكتور علي جمعه مفتي الجمهوريه السابق، والدكتور اسامه الازهري مستشار رئيس الجمهوريه، ومعلومات عن عدد من الشخصيات الدينيه تتضمن عنوان السكن ومحل الميلاد وعدد من الفتاوى اللي اصدروها وارائهم السياسيه. كما تم نشر ارقام هواتفهم مطالبه عناصرها بالتواصل معاهم وتعرضهم للخطر. الكلام ده نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي رابطه تدعى رابطه علماء ودعاة ضد الانقلاب باوروبا. مش عارفه انهي هيومن رايتس. معانا على التليفون الاستاذه داليا زياده مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطيه الحره. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. يا ريت تقول لنا تعليقك على ما صرحت به هيومن رايتس النهارده. الحقيقه اللي عملته هيومن رايتس النهارده، هيومن رايتس ووتش هي منظمه طبعا معروف للجميع تحيزها من البدايه لجماعه الاخوان، لكن اللي عملته النهارده كان كشف للوجه القبيح لهذه المنظمه اللي دعت دايما خلال الفتره اللي فاتت انها تستغل قضيه مهمه والكل مؤمن بيها زي حقوق الانسان للتغطيه على الكثير من الحركات الارهابيه، مش بس الاخوان بما في ذلك كمان تنظيمات زي داعش كانت بتدافع عنها وعن مواقفها تحت مسمى حقوق الانسان والحريات. بس هي النهارده بتصريحها ده يعني زي ما تقولي كده بالبلدي باعت داعش وغيره شراء للاخوان المسلمين، يعني قالت ما نسويش بيهم وبين دول، يعني باعت دول وقالت لك ان خلينا في الراس بقى، الراس المنظمه هي الاخوان المسلمين، مش عاوزه ان يطولها الاذى. صحيح. وهي النهارده كمان يعني ذكرت الاخوان بالاسم، دايما كانت بتذكرها بشكل مستتر تحت اسامي اخرى تحالفات او غيره، لكن النهارده ذكرتهم بالاسم وبشكل صريح، وده اعتقد انه رد فعل على حاله الرعب الشديده جدا اللي حاصله في منظمات الاخوان والمنظمات المناصره لها زي العفو الدوليه وهيومن رايتس ووتش وغيره بسبب القرارات الجريئه جدا اللي بيتخذها الرئيس ترامب، واللي يعني لسنين الحقيقه لاكثر من 3 سنين تم تاجيلها وتعطيلها من جانب الرئيس اوباما. طب انا كنت عايزه اسال حضرتك عن معلومات حضرتك عن الجهات اللي كانت بتدعمها هذه المنظمه في الشرق الاوسط عموما وفي مصر طبعا بالاخص. الحقيقه احنا عندنا تابع المركز حمله داخل الامم المتحده بقالها حوالي سنه بنطالب فيها برفع الصفه الاستشاريه عن منظمه هيومن رايتس ووتش نظرا لتحيزها لجماعه الاخوان المسلمين واستغلالها حقوق الانسان في اغراض سياسيه. وقدرنا خلال الفتره ديت نحاول اثبات الجهات اللي بتمول هذه المنظمات. نجحنا فعلا في اثبات علاقه منظمه العفو الدوليه ببعض التنظيمات الارهابيه ومنها تنظيم الاخوان المسلمين وتلقيها تمويل منه، وحتى ان بعض القيادات العاملين داخل هذه المنظمه ينتموا لجماعه الاخوان. هيومن رايتس ووتش باكثر من مره رفضت ان هي تعلن عن مصادر تمويلها مؤخرا، لكن هناك تقارير دولية كثيرة جدا بتشير بشكل أو بآخر أو بتشكك في أنه من الممكن أن تكون هذه الجماعة تتلقى أموال إما من الإخوان مباشرة أو من دول مناصرة للإخوان زي قطر وغيره. طب هي إيه قوتها على أرض الواقع يا فندم؟ يعني عايز أسأل على هل في إلزام بأي قرارات هي بتقولها إلزام على أي دولة معينة أو على ترامب حتى؟ هي الحقيقه لا، هو الزام ادبي اكتر منه الزام فعلي، لان دي واحده من اقدم المنظمات اللي بتشتغل في امريكا من السبعينات تقريبا بتشتغل في ملف حقوق الانسان. لكن الحقيقه اللي بيحصل يعني هو جزء من استراتيجيه اكبر بتلعبها الاخوان دلوقتي، هم ابتدوا يسوقوا في الداخل الامريكي انه لو تم حذف منظمات الاخوان باي شكل من الاشكال فده هيؤدي الى دماء والى ارهاب داخل امريكا. ده ارهاب بقى ده عندنا. طيب استاذه داليا بعد اذن حضرتك. هو يحنى يا الدم يعني. استاذه داليا علاقه الهيومن رايتس ووتش بالنشطه ايه اخبارها؟ لا، هي علاقه قديمه وقويه للاسف الشديد، يعني ما ننساش موقفهم مثلا من حركه 6 ابريل وتاييدهم ليها على طول الخط.
بالرغم من كان في مخالفات جنائيه يعني قام بيها قيادات 6 ابريل في الفتره اللي فاتت وادت لسجنهم، وهم روجوا للمساله على ان هم محبوسين سياسيا بالرغم من ان حبسهم ده كان حبس جنائي. الحاجه الثانيه انه طبعا مؤخرا شفنا بعد سقوط الاخوان قاموا بتكريم بعض النشطاء الحقوقيين الموالين زي مين يا فندم؟ كان منهم حسام بهجت وهبه مرايف وغيرهم، اسماء مشهوره ومعروفه، وبالمناسبه هم مدانين ايضا في قضيه التمويل الاجنبي يعني. اللي هي القضيه 250 مش كده؟ ايوه بالظبط بالظبط، وكانت هذه المنظمه كمان وراء التسويق الخاطئ لقضيه التمويل الاجنبي. قضيه التمويل الاجنبي موجهه لعدد محدود جدا من المنظمات الحقوقيه، احنا عندنا في مصر اكثر من 48,000 منظمه وفقا لاخر احصائيه، عفوا 480,000. طيب قولي لي تساقط الاقنعه واظهار الوجه القبيح على حد تعبير حضرتك لمؤسسه بحجم هيومن رايتس ووتش، هل ده ممكن في يوم من الايام اعتقد ان هو قريب يؤكد نظريه المؤامره اللي حدثت في مصر والوطن العربي من 6 سنوات؟ طبعا يا فندم، النظريه تاكدت بالفعل منذ وصول الاخوان لحكم مصر، يعني مجرد لا يعني قولي لما وصلوا الاخوان لحكم مصر كان في ناس برضو ايه عاملين فيها نشطه وشرفه والحاجات الظريفه بتاعتهم دي، لكن الان وبعد ان دول بيعلنوا دعمهم للاخوان وهؤلاء يدعمون النشطاء بتوع السبوبة، طيب دلوقتي يعني ده ما يغيرش شوية في وجهة النظر اللي بتقول ان احنا ما كناش في مؤامرة ولا يغير ده منها؟ حقيقي هو عندنا في الداخل اكيد الناس تقر لديها هذا، لكن اللي مطلوب انه نشتغل فيه اكتر الحقيقة على المستوى الدولي، ان الناس تدرك ده، واعتقد احنا الحمد لله قطعنا شوط كويس في هذا الاتجاه، لكن ما زال طبعا مطلوب عمل اكتر، زي توثيق، زي محاربه هذه المنظمات في المحافل الدوليه زي داخل الامم المتحده وحتى داخل الولايات المتحده الامريكيه نفسها، علشان تظهر بوجهها الحقيقي يعني. بس لا نكتفي بالبيان اللي طلعوه النهارده، لكن نحاول ان نثبت كمان حقيقه هذه المنظمات حتى لا تكون شوكه في قلب مصر يعني في الفتره القادمه. هي للاسف مش هي اللي شوكه في قلب مصر، انما قله من أبنائها النشطاء هم اللي شوكة في قلب مصر. أشكرك أستاذة داليا زيادة، مدير مركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة.